اسمي حكيمة ياوا، كنت ضريرة لا أجيد القيام بأي شيء، وذات يوم سقطت في الحمام وآذيت ساقاي، وهكذا صرت ضريرة وكسيحة. قصدت مخيم نور دبي لعلاج عيناي، وتمكن الأطباء من علاجهما. صرت الآن أرى ما آكله وإلى أين أذهب. صرت أرى العالم حولي، أرى أبنائي وأحفادي يكبرون، أسليهم أشاركهم هموم الحياة. بوسعي الآن القيام بشؤوني اليومية ومن دون مساعدة من الآخرين. المرء يمكنه العيش من دون حاسة السمع أو الكلام، ولكنه يضيع من دون بصره، وبفضل الله عاد إلي بصري. كم هي الحياة مليئة بالتجارب. عشت أكثر من 80 عاما مع الأمراض والإعاقات، وأسمع بمرضي واحتضار أصدقاء لي. فأحمد الله على أن حالتي لم تكن بمثل سوء حالتهم.